السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناه العربي الزهر. اليوم جيناكم بواحد الوصفه اخرى، شكيه اخر بالسردين الكواري طاجين مع مطيشه سوريزه، عجبتني ما كتكون حوايج مضو زوينه. وجينا نشارككم هذا الطاجين هذا ديال السردين. كيف كتشوفوا المقادير، هنا عندنا هنا مطيشه وعندها كل حاجه، عندها التوابل ديالها، عندنا جوج رز ديال الثومه، الربع، شويه الهريسه، العطريه ديال مطيشه، عندنا التحميره، كمون، شويه الملح على حسب الذوق، سكينجبير والخرقوم عرق. وعندنا هنا الزيت مخلطه، النص غنديرو في مطيشه والنص غنديرو في العود. وعندنا هنا البصله، جوج بصلات مشلضين صغار. الحوت ها هو كيف كتشوفو مفروم، غادي نرافقو بالربيع ديالو مفروم، جوج ديال الثومه وشويه الهريسه، التوابل ديالو حتى هو شويه الملح، سكينجبير، التحميره، الكمون والخرقوم عرق. والحوت هنا غادي نرافقوه بشويه ديال الرز خضر، نخلطوه معاه ونقادوه. عندنا هنايا فليفله وشويه الحامض مصير، وعندنا نص حامضه ولا حامضه ديال معصوره نديرها مع الحوت. وعندنا هنا زيت الزيتون، هذا حتى الاخر نسمو به. وهنا مخلط الزيت، زيت المائده مع زيت العود، ندير النص في مطيشه والنص نديرو في العود. مع العلم هنا واحد المعلومه، هنا عندنا الحوت فرمتو بيدي بالسحاقه هو والربيع. خواتات اللي الناس ديال المطبخ، الناس اللي كيطيبو ماشي بحالي انايا كنرون وسمحوا لينا، عندنا لكم واحد المفاجاه، واحد الماكينه خطيره تبارك الله. المهم هذيك الماكينه كتفرم الحوت، تفرم البصله، الربيع، يعني الدجاج مثلا، هذوك الدجاج الصقر ديالو ضربتو كفته، اللحم ضربتو كفته، خطير ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه الماكينه هذه غادي نحط لكم واحد المقطع عليها هي والثمن ديالها، واللي بغاها وعجباتو يتواصل مع وفاء مشكور اللي غتحط ان شاء الله، غتلقاو الرابط ديالها في التعليقات، يتصل بها وراه هي غتكلف معاه وتاخذوها بثمن ماشي ما غاليش. هي زعما تكون تسهل، تكون في اي مطبخ ديال اي ست، كيف كنقولوا اي مراه حاذقه تبارك الله، تكون عندها. واتصلوا بوفاء مشكور اللي غتلقاو ان شاء الله كيف كنعيد الرابط ديالها في التعاليق ديال هذا الفيديو هذا. وكنشكروا جميع الخوت والخواتات ونتلاقى. رجعنا لكم. كيف قلنا السردين ديالنا، عندنا هنا الرز، الرز كنغلو على كيف القياس ديالنا، داكشي اللي عليه قدنا. غادي ناخدو الحامض ديالنا المعصور، عندنا هنايا الربيع والثومه وشويه الهريسه، هنا عندنا كيف قلنا التوابل ديالنا كاملين من الملحه والخرقوم، كمون، التحميره والسكينجبير،
هادو كنضيفوهم في الحوت وكنخلطو وكنخلطو كلشي. نخليو دابا هادشي حتى سميتو من بعد. كناخدو المرطيشه ديالنا حتى هي كيف كتشوفوا حتى هي غادي نضيفو ليها الربيع، شويه الربيع، شويه الهريسه، او غادي نضيفو شويه الثومه ديالنا، غادي نضيفو التوابل ديالنا كيف قلنا الكمون والتحميره والسكنجبير والخرقوم، خرقوم عرق وشويه الملح. عندنا هنا الزيت كيف قلنا، ها هي الزيت، غادي نقسموها ما بين مطيشه، ما بين مطيشه وما بين الحوت، ما بين الحوت، وكنخلطوا المسائل ديالنا كيف كتشوفوا. غادي نخلطوا المسائل ديالنا مطيشه وسميتو، وكنخلطوا عاوتاني الحوت حتى هو ديالنا كيف كتشوفوا، ونتلاقاو خوتي خواتاتي. كيف رجعنا لكم هذا الطاجين ديالنا الحوت، كيف قلنا خلطنا المقادير كاملين وحتى نسجموا درنا الكويرات ديالنا، كذلك هو مثال المطيشه حتى هي خلطناها بالتوابل ديالها ووجدناها، والبصيله ديالنا والطاجين، بقى عندنا الفلفله والحامض والزيت والزيت الزيتون. بداو على بركه الله. ناخذ البصيله ديالنا كنفرشوها، شوفوا ناخذ البصيله ديالنا كنفرشوها في الطاجين، حاول ناخذو غير القياس، القياس هو هذا، المطيشه ديالنا حتى هي كنغطيو بها هذا، نغطيو بها البصله، تايب التوابل ديالها كاملين كنغطيو بها البصيلة ديالنا. شوفوا البصلة مبقاش كتبان، تغطات بالمطيشة. كناخدو السمك ديالنا حتى هو هذا كويرات، وكن نحطوهم في الجناب ديال الطاجين، الطاجين ديالنا ها هويا، الحوت ديالو، المسائل ديالو، كناخدو الحوت المضات هادو، كنديروهم في الطرف ديال الطاجين، كناخدو هاد الفلفلة ديالنا، اللي عزالي الفلفلة كيديرها، واللي معزالي كيديرهاش، ناخدو الفلفلة ديالنا حتى هي كنحطها هنايا، الطاجين ديالنا ها هويا، نسال على حساب الكمية. حنا درنا هادشي لي قد في الطواجين ديالنا صغيور ومحدق، الطاجين ديالنا ها هويا، بقى لنا غير زيت العود، إن شاء الله الرحمن الرحيم ملي يقرب يطيب ديال الطاجين ديالنا كنسموه بالزيت، ونتلاقاو إن شاء الله في التقديم النهائي، والله يجازيكم بكل خير. خوتي خواتاتي، هذا هو الطاجين ديالنا الفاخر، ها هو وجدناه، غادي نحطو المجمر ديالو، ها
غير واحد المعلومه ما نزيدو لا ما لا والو. غادي طيب ان شاء الله غير في الماء ديال مطيشه غطلق الماء وكذلك البصله، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم النهائي ان شاء الله الرحمن الرحيم. خوتي خواتاتي حنا رجعنا لكم، الطاجين ديالنا ها هو غادي داكي وكع شويه، كنمرقوه هنا بزيت العود باش ياخذ ديك النسمه ديالو بزيت العود ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم النهائي. خوتي خواتاتي حنا رجع معكم مع التقديم النهائي، هذا هو الطاجين ديالنا تبارك الله، هو زوين وبنين، نتمنى ان شاء الله طيب وحسن منه وبن منه. وكنشكر جميع الاخوان والاخوات اللي مشاركين معنا واللي غادي يشوفونا، نتمنى ان شاء الله يتابعونا معنا ويشجعونا ويديروا لنا التعليق سواء ايجابي سواء سلبي، المهم النقد البناء راه زوين. وكنتمنى لخوتي يتقبلوا منا جميع هذه الوصفات اللي كنعطيو المتواضعه، وما تنساوناش الاشتراك 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 باش نرفعوا من القناه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر فرصه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.